قدرنا نخترع آلة الزمن؟ بعد أكتر من 1000 سنة تعرف تعب؟ ياه، دي حاجة ليها العمر. مصر قبل 7000 سنة. النهاردة يوم جميل، الهوا فيه عليل، الطيور بتغرد والحيوانات بتجري وتتنطط. ايه ده؟ ايه ده؟ ده شيء له العجب، ده ملوش مثيل ولا حتى في الأساطير. ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ لا 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 ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي جابني هنا؟ ده مكان عجيب وكل شيء فيه غريب. مين دول؟ لابسين كده ليه؟ بص 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 هناك. ايه ده؟ شكلك غريب ليه كده؟ تجاه منين؟ ايه اللبس الغريب اللي انت لابساه ده؟ تجاه من القرية الفرعونية؟ بس بس مالكوش دعوة بيا. وهنا حكت الأميرة الفرعونية ليهم كل الحكاية من البداية للنهاية، وكل اللي جرى واللي حصل واللي وصل. ما بقوش عنها أغراب، دول بقوا أقرب أصحاب، ضحكوا ولعب زي الإخوات. لكن الأميرة لسه زعلانة، مالها ليه كده يا ترى؟ حيرانة. دي عاوزة ترجع زمانها، لأن هنا مش مكانها. قرر أصحابها يساعدوها، ومن الدوامة الزمنية دي خرجوها. ما هو ده واجب الأصحاب، ويقفوا معانا وقت الحاجة زي الإخوات. وهنا شافت الأميرة آلة الزمن، فشاورت وقالت بعلو صوتها: أيوة أيوة، هو ده الشيء العجيب اللي جابني هنا، وإزاي أرجع تاني الزمن وأنا مش من هنا؟ ما تخافيش يا أميرة، إحنا أصحابك وهنحلها وإحنا قدها. هتوحشينا هتوحشينا. وصلي سلامنا لأجدادنا ولكل أصحاب الدور.
ورجعت لزماني تاني تاني ونسيت خلاص كل أحزاني. ورجعت لزماني تاني تاني ونسيت خلاص كل أحزاني.